المريخ فيكتور موراليس ليسكانو. اولا المسار السياسي والدبلوماسي للسفير ليوني كاستيو، وبعد ذلك تعرض للصعوبات التي واجهها هذا السفير في فرض وجهة نظر إسبانيا التي كانت تريد أن يعترض بحقها، ما يسمى حقها التاريخي في حقها التاريخي في بعض المناطق المغربية مثلا في الشمال، وكذلك في الجنوب. وتعرض كذلك إلى كيفية أن هذا السفير لم يستطع أن يحصل على كل ما كانت تطلبه إسبانيا، واقتنع في الأخير بأن كان على إسبانيا أن ترضى وأن تقبل فقط ما يعرضه عليها الحلفاء الآخرون، يعني إسبانيا يعني فرنسا وإنجلترا. نعم، وبصفة خاصة يعني تعرض لمراحل جد مهمة سواء من تاريخ المغرب والتاريخ الإسباني، وبصفة خاصة الحرب الأهلية التي عرفت إسبانيا، وكذلك الصراعات السياسية ما بين الجناح يعني الراديكالي المتمثل في كاتالونيا أو بالنسبة للوطنيين يعني الوطنيين في تلك المرحلة. تلك كانت يعني مقارنة بين الوضعية التي كانت تعيشها إسبانيا خصوصا قبيل الحرب العالمية قبيل الحرب الأهلية الإسبانية، وتأثير الهزيمة الإسبانية في حرب الريف على الوضعية في إسبانيا. وكانت في هذه المقارنات تعرض لوجهة نظر الليبراليين وكذلك وجهة نظر المحافظين وفي الأخير وجهة نظر يعني الكتلة اليسارية. نعم، وفيما يخص الدبلوماسية الإسبانية يعني كانت دائما يعني بأوروبا يعني محايدة بالمقابل، يعني اللي كانت ألمانيا اللي كانت زعم يعني الدبلوماسية وكانت أثر على القرار السياسي في أوروبا. يعني كيف يعني موقع المغرب في الدبلوماسية بالأخص بالنسبة للمرحلة التاريخية للمغرب بصفة خاصة بالمرحلة الاستعمارية، يعني كيفاش كانت الدبلوماسية الإسبانية في هذه المرحلة؟ كل الموضوع يتعلق بتلك المرحلة، الموضوع الذي تعرضنا له يتعلق بتلك المرحلة. ومثلا حين تعرض المؤرخ للحياد الإسباني خلال الحرب العالمية الأولى وكذلك الحياد الإسباني الذي تبع هذه المرحلة، هذا لا يعني أن هذا الحياد كان يعني توجها سياسيا تفرضه مثلا الوضعية الدولية التي كانت يعني سائدة خصوصا في حوض البحر المتوسط. ذلك أن مثلا إسبانيا اقتنعت بأنها لم تعد كقوة يعني كبيرة بالنسبة لدول كإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، إنما هي اقتنعت بأن بعد فقدانها لمستعمراتها أصبحت تحن وتحاول أن تسترجع هذه العظمة القديمة بالحصول على بعض المستعمرات الجديدة، وذلك ما حصل لها حين طلبت بأجزاء من المغرب وكذلك بأجزاء من غينيا الاستوائية. وهذا هو كل ما استطاعت أن تحصل عليه، وما حصلت عليه هو يعني ترجمة لقوتها الحقيقية، أي أنها أصبحت يعني قوة من الدرجة الثانية، لم تكن يعني هي كدولة عظمى، وإنما دولة كانت عظيمة وفقدت قوتها وتحولت إلى دولة ثانوية تحاول أن تأخذ حقها. إذا أردنا أن نتكلم بهذه التأثيرات، إذا أمكن ما أفهم هو الحديث عن التاريخ الجيوبوليتيك يعني السياسي فيما يخص المرحلة يعني القراءة ديالو، وخاصة بخاصة التحليل في المستقبل باعتبار أن القرن 21 استدعى في أوروبا انقسام ما بين روسيا يعني وألمانيا التي تزعم يعني لكنه كان واضح يعني ويعتقد بأن أوروبا إذا ذهبت إلى الحرب فإن موقع إسبانيا سيكون نفس الموقف المحايد. يعني هل هو موقف ضعف بالنسبة لموقع يعني إسبانيا في الدبلوماسية الدولية يعني في العالم؟ نعم
طبيعة الحال هو موقع ضعف وترجمة للضعف للضعف العام للضعف العام لإسبانيا. هو ترجمة للضعف العام لإسبانيا يعني الضعف الذي كانت تعيشه داخليا وكذلك على مستوى العلاقات الدولية. وكما أشار المؤرخ إلى ذلك فهو قال بأن من الناحية الجيوبوليتيكية الجيوسياسية من الناحية الجيوسياسية لم تكن هناك أي أخلاق لم تكن أي أخلاق الجغرافية السياسية لا تعرف مجاملة وإنما هي ترجمة لموازين القوى والموازين المتواجدة في الساحة. شكراً.